جالي خبر عاجل دلوقتي، اجتماع تم منذ قليل بين أمير توفيق ودان شورت المدير الرياضي لبريتون عبر الفيديو كونفرنس لاستكمال باقي المفاوضات الخاصة بصفقة تاو التي ينتظرها كل العالم العربي وأفريقيا. كان الكلام عن تحديد سعر الصفقة النهائي، ومن المنتظر أن يتخذ بريتون قرار نهائي خلال 48 ساعة. والمفاجأة أن تاو أبلغ رغبته النهائية بأنه يريد الذهاب إلى النادي الأهلي. أقول تاني الخبر العاجل اللي جاي لي دلوقتي، منذ ساعات كان هناك اجتماع ما بين أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي ومستر دان شورت المدير الرياضي لبريتون عبر الفيديو كونفرنس، استكمل الطرفان فيه المفاوضات بشأن تحديد سعر الصفقة الخاصة بانتقال تاو من بريتون للنادي الأهلي، وتناقشوا في الجلسة التي كانت مطولة العديد من التفاصيل الدقيقة. وكان هناك تهمات كبيرة جدا بعد أن أبدى تاو رسميا رغبته في اللعب في النادي الأهلي وقناعته التامة بما دار بينه وبين السيد موسيماني خلال الفترة الماضية من نقاشات. الجديد أن المدير الرياضي دان أشورت لبريتون قال حرفيا لأمير توفيق بعد تحديد كل النقاط أن الرد النهائي سيكون خلال 48 ساعة. وكالعادة الحمد لله ربنا مدينا السبق في الملف ده. هذا الخبر لسه جاي دلوقتي عاجل، لسه جاي دلوقتي عاجل. إن سبقني في أحد الزملاء فله كل الاحترام، وإن كنت أنا أول واحد قايله فهذا لا يقلل من زملائي بالمرة. بس ده بس خبر عاجل يا جماعة. اتفضلي يا منى. لا هقدمونا بس اتفضل يا عم رأفت. عم رأفت بعد اذنك قبل ما تتكلم عشان اكمل النقطه دي، عشان الناس وهي بتقطع في اليوتيوب عندي ما ارجعش للحته دي. الموقع ترانسفير ماركت نزل منذ دقائق ان بيرسيتا ولويس ميكسيوني اقوى المرشحين للانضمام للاهلي، وذكر تفاصيل ما يحصل عليه ماليا. وانا بعرض دلوقتي الصوره من ترانسفير، بعرضها على الهواء هي قدامكم. بشكر اصدقائي من لندن اللي بيمدوني بكل هذه المعلومات، وصديقي المحترم الاستاذ احمد عبد الله اهو قدامكم اهو. ترانسفير ماركت بيعتبر لويس ميكيسوني وتاو اصبح في النادي الاهلي بنسبه 90%، ومنزلهم في موقعه ترانسفير ماركت المتخصص بتسويق اللاعبين وقيمهم المالية، وده موقع عالمي معتمد في موضوع الأسعار والكلام ده، منزلهم انه كأنهم انتقلوا للنادي الأهلي. وانا بعرض قدامكم اهو الصفحة من ترانسفير، زي ما واضح شعار النادي الأهلي والاثنين لعيبة واساميهم وقيمهم المالية.